حقيقة ما عندنا ديمقراطية، احنا نكذب عندما نقول احنا بلد ديمقراطي، احنا وين ديمقراطية؟ الديمقراطية ان يجتمع مجلس النواب ثاني ثالث يوم من ازاحة لتمرير رئيس برلمان، صحيح؟ لتمرير رئيس برلمان، من انتهت الانتخابات واصدروا بها قرار واعتذرت المحكمة الاتحادية عن اعطاء النتائج مال الانتخابات، لانه فعلا مو اختصاصها فقط التصويت على اقرار مجلس النواب. نعم. فالمفروض ايضا تجتمع مجالس المحافظات، ولكن خايفين من النتيجه. اي من نتيجه؟ من النتيجه طبعا، لان هي مو بس البصره، صحيح، يعني ابو كربله، ابو النجف، ابو كاظميه، ابو العماره، ابو بغداد، الموصل عندك اللي ازاحوا المحافظ، صحيح، وهو الموصل كلها تريد الرجل. اي طلع 6 مقاعد رجال، مو تمام؟ أي. والموصل تريده، الموصل كلها تريده، واشتغل بالموصل والناس كلها قاعد تمدح نجم، فيه. صحيح. عندك مشكله في دياله، لا نروح بعيد. أي. يمكن الانبار مستقره لانه هذا صاحب الحلبوسي، وهم مقاعدهم اكثر، الحلبوسي راح يصير، لكن البقيه كلها خاضعه لا سامح الله الى عدم الانسجام. ولكن المطلوب في حكومات محليه لمحافظاتها هو الانسجام، هو التعاون، صحيح، هو الأخوة، هو بذل الجهد لإعمار المحافظة. أما رايحين تتعاركون، احنا ما جبناكم حتى تتعاركون، احنا جبناكم حتى تعمرون. لا، وصراع البصرة على ماذا؟ الصراع البصرة مدينة ثروتها كبيرة، البصرة مدينة واسعة، البصرة منوعة الاقتصاد، نخيل، مواني، نفط، غاز، قمارك، كل شيء بيها البصرة. ناهيك عن الميزانية راح تجيها من بغداد، غير الموازنة. نعم، ميزانية تجيها ميزانية خاصة بمبالغ كبيرة جدا. فاحنا ما نبكي على الحسين، نبكي على الهريستا. زين، بعد خليج 25 نظرة العالم وليس الدول العربية تغيرت عن العراق وعن البصرة بسبب اللي صار. لماذا لا تسعى هذه الأطراف أن تكون البصرة عاصمة اقتصادية للعراق؟ شرعوا القانون من زمان. وين التنفيذ؟ وين كرم انا سويت مشروع اقليم البصره، اي اتذكر، راسا كبسونه قالوا البصره العاصمه الاقتصاديه للعراق، سووا التشريع، لكن هل تم احترام وتنفيذ هذا القانون؟ الجواب لا. اثنين، المحافظات كلها غير المنتظمه في اقليم تتمتع بالسلطتين الإدارية والمالية، صح، الواسعة، هذا نص الدستور. أكو محافظة هسه متمتعة بالصلاحيات الإدارية والمالية؟ ماكو. أي الاتحادي هم لاعب ومسيطر وزاراته أيضا نفس الشيء. وبالتالي إحنا حتى الدستور ما قاعد نطبقه، ما قاعد نحترمه، القانون ما قاعد نحترمه. فأنتم شلون تريد بلد يمشي؟ بس أريد أفتهم، والقراقيع تشتغل فوق رؤوسنا.